بكر آدم إسماعيل، من مواليد ريف الدلم، منطقة الفرشاية. درست فيها الابتدائية وفي الدلم، درست الثانوي في اتحاد معلمين في الخرطوم، وكنت عامل يعني عامل بناء، وتوفقت ودخلت الجامعة، درست طب الأسنان في الجامعة. طبعا بدأت مسيرتي يعني بشكل واضح في المسائل المتعلقة بالبحوث والدراسات والأفكار. بعد ذاك الجانب الآخر المتعلق بالكتابة، يعني بدأت أكتب الشعر والقصة القصيرة والمقالات وغيرها من الأشياء. من خلال انتمائي لحركة المستقلين في جامعة الخرطوم مارست العمل السياسي هناك. ويمكن النقطة الفارقة هي أنه يعني تنظيمات المستقلين عموما في ذلك الوقت كانت هي جديدة وتطرح أفكار جديدة، ويمكن ما كانت مزقوفة، وكانت معنية بطرح الأسئلة حول الإشكالات تحت الصراع في السودان، بالرغم من وجود العديد يعني من الأحزاب السياسية والحركات وغيرها، وبتصنيفات المتعددة بيمينها واليسارها والعلمانية والجماعات الدينية إلى غيره. ولكن أنا ده كان اختياري يعني، وبعد ذاك ساهمت بشكل أو آخر، يمكن لأنه التنظيمات المستقلين كانت بشكل أو آخر مفتوحة يعني ما كانت مسقوفة بأيديولوجيا معينة، وكنا بنبحث وبنحاول ننتج يعني إجابات للأسئلة نحن أنفسنا بدون يعني اللجوء يعني للأفكار الجاهزة. لاعتقادنا بأن الأفكار الجاهزة دي جزء من المشكلة اللي كانت موجودة في السودان. الفرضية الأساسية بتاعتي والأثبتها في الكتاب أن نحن مجتمعات سابقة للرأسمالية في تركيبتها الأساسية، بري كابيتاليست بري بورجوازيس سوسيتيس، وهذا النوع من المجتمعات هي مجتمعات في أغلب الدراسات إن لم تكن كلها بتقول إنها هي مجتمعات ذات بنية كلية. ذات بنية كلية بمعنى أنه لا تنفصل عناصر الاقتصاد من السياسة، وكل هذه الأشياء لا تنفصل من التركيبات الاجتماعية وعلاقات القرابة، وهذه لا تنفصل لا من اللغة ولا من الدين ولا غيره، إنه هي عبارة عن كومبلكس. واصلت كفاحي في المجال يعني، فكنت بكتب وفي الأشياء المتعددة دي يمكن الناس بيعرفوا الأشياء يعني. كتبت كتاب بتاع جريدة المركز والهامش وأوراق دراسية يعني متعددة حول قضايا السودان، وكتبت يمكن روايتي المعروفات يعني أحلام في بلاد الشمس، طبعا دي الأولى، وبعديها طريق إلى المدن المستحيلة، ودي يمكن جابت لي شهرة زيادة وكده. وبعدها أنا طبعا هجرت إلى كندا، و هناك كتبت الضفة الأخرى. رجعت للمشروع بتاع الكتابة الفكرية، رجعت السودان لإحساسي بأنه يا أخي المعرفة دي مسؤولية ولارتباطي أنا يعني، وأنا سعيد بحياتي يعني، ما يعني أبدا ما حسيت بأنه في جهد أنا عملته وضاع السودان يعني. هندا أنه من بين كل الناس يعني، هنتو الأصدقاء ممكن في فارق كبير جدا بيناتنا يعني، كان ممكن ما تعرفوا شخص اسمه أبو بكر آدم إسماعيل، وشخص أبدا لا الجرائد لا أجهزة الإعلام اللي بتروج لكل الأشياء في السودان، إحنا خارج المسألة دي. بعد ما جيت كنت مكرس جهدي ل يعني بناء الوعي والتنوير باعتباره أنه ده مشروعي يعني الأساسي، وبالتحديد التوجيه للشباب يعني. أنا كنت من 2008 أسسنا معهد التدريب السياسي والقيادي في الحركة الشعبية تحرير السودان، كلفوني به يعني، أنا كنت شغال فيه لحد سنة 2014. دربنا يعني العديد من الشباب داخل الحركة الشعبية والشباب الآخرين يعني اللي ما بينتموا لها، كورسات وكده وحاجات زي دي لأنها متعلقة بمسائل الطابع الفكري أكثر من كونها سياسي. بجد الحاجة اللي أنا بشتغلها وبشكل أفضل يعني. الآن أنا يعني بعتبر نفسي كاتب حر فري لانسر، و
يعني يمكن لأنه مشاكل النشر كثيرة وغيرها، فقمت بنشر كتابات القديمة على أساس أنها تكون موجودة، على ضوئها أواصل المشروع بتاع الكتابة في المشاريع القادمة.